أجواء شهر رمضان الكريم وفرحة العيد هو الشيء اللي جمع ناس من جنسيات مختلفة ومن دول مختلفة، يجمعهم شيء إنهم يعيشوا تحت سقف دولة الإمارات العربية المتحدة. كاميرا سكاي جيت كانت في الموعد اليوم، أخذت لكم لقاءات في أبو ظبي مول مع ناس من مختلف الجنسيات. تعالوا معنا. أجواء رمضان في الإمارات؟ والله جميلة، أهل وأصحاب، نوم، تعقد صراحة، it's nice. قرآن ونوم تاني، والله زين الحمد لله، واجد زين الحمد لله، خلوه بعد مني، وأكل ونوم تاني برضو. والله أجواء رمضان في إمارة أبو ظبي صراحة أجواء جدا ممتازة. لو قلنا إن كل دولة عندها شيء يميزها في رمضان، عن الإمارات شو تقولوا؟ الإمارات كل شيء فيها مميز طال عمرك، يعني ما تقدرين تفصمين على شيء واحد، من أجواء رمضانية، من أجواء الربع، من أجواء الأكلات الشعبية اللي تقدم في رمضان. أجواء حلوة حلوة بصراحة، عارفة هي تكون لما ما بين الشعوب مختلفة، ما بين حضارات مختلفة. Religious atmosphere. Actually, see, wherever we go, like this atmosphere we cannot see, because especially in UAE, everybody in religious mode. في مصر والله انه بتشوف البلد كلها بتتغير. وانا كثير مبسوطه بالاجواء هون، خصوصي انه بحس باجواء رمضان، باجواء العيد، العالم كثير بترحب بالمناسبه وبتحسي حالك بين اهلك. في المول صراحة كتير حلو، نشاطات كتير رائعة، حيوية، نشاط كتير منيحة للعائلات، للأطفال أكثر يعني. رمضاننا رمضان الإمارات، رمضان غير، أبو ظبي غير، وتعالوا ويا مرحبا بكم في بلادكم وبيتكم الثانية، وكلنا سعة صدر وترحيب فيكم.